أشاد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة باهتمام وحرص قوة دفاع البحرين المتميز في خدمة كتاب الله تعالى بإقامة مثل هذه المسابقات، والذي نشهد اليوم بفضل الله تعالى ختام نسختها 28، مهنئا سموه الفائزين، شاكرا للجميع جهودهم في إنجاح هذه المسابقة سواء المشاركين أو القائمين عليها. جاء ذلك لدى رعاية سموه لحفل ختام مسابقة قوة دفاع الكبرى 28 في حفظ القرآن الكريم وتجويده والعلوم الإسلامية. فلدى وصول سموه كان في الاستقبال اللواء الركن الشيخ علي بن راشد الخليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، واللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبد الله الخليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني ومدير الإرشاد الديني وعدد من كبار ضباط قوة الدفاع. قد بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى العميد مرشد ديني سالم علي البعينين مدير الإرشاد الديني المشرف العام على المسابقة كلمة رحب فيها باسم الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة شاكرا لسموه على رعايته للحفل الختامي للمسابقة، كما شكر القيادة العامة لقوة دفاع البحرين على إقامة هذه المسابقة مؤكدا دور هذه المسابقة وأهدافها السامية في الحث على التنافس في تعلم وتدبر وحفظ كتاب الله وعلومه وسيرة خاتم الأنبياء والمرسلين. ثم ألقى النقيب إسلام عبد القادر حسن كلمة المشاركين بالمسابقة، أعرب فيها عن شكره وتقديره لسمو الشيخ محمد بن سلمان الخليفة على رعايته الكريمة وقوة دفاع البحرين التي أتاحت لهم هذه الفرصة، شاكرا مديرية الإرشاد الديني على جهودهم ودعمهم المستمر لرعاية كتاب الله والسنة النبوية. بعدها تم تقديم إيجاز يوضح مراحل المسابقة منذ انطلاقها عام 1988 وحتى النسخة 28. ثم تفضل سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة بتكريم أعضاء لجنة التحكيم وتوزيع الشهادات والجوائز التقديرية على الفائزين في مسابقة القرآن الكريم، متمنيا سموه كل التوفيق والسداد. كما تم تكريم سلاح الجو الملكي البحرينية الوحدة الفائزة في فئة الأكثر مشاركة.